كانت عنا يعني على مدى سنوات كانوا نقيموا اليوم العالمي للنظافة، خدمنا مع برشا جمعيات وكانوا حاضرين معنا وواكبوا معنا الحدث ونصفوا في ولاياتهم وفي مؤسسات. أنا ديجا اليوم عنا ذكرى في 2020 قمنا بتنظيف المعلم هذي اللي هو أنا أقول معلم خاطر بالحق بوزارة تفتخر بها دار الثقافة شيخ إدريس، وعنا شراكة وديجا لوكال بتاع الجمعية لهنا. مرحبا بكم إذا تحبوا تقابلونا ولا تنضموا لينا في أي وقت. نحبوا نقولوا اللي بالحق النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، هذا شعار خدمتنا وشعار أي مشروع نجموا نقوموا به في تونس للبيئة والمستقبل أفضل. احنا جمعية تمن بالتشاركية، وتونس اليوم خاصة عندنا ناس مثقفة وعندها دي كومبيتونس لازمها تحط في اليد في اليد مع السلطات مع الوزارة مع البلديات مع الولايات، ونقوموا بالإضافة الفعالة. علاش؟ على خاطر اليوم بالحق لازمنا يولي عندنا استراتيجية واضحة وناجعة أكثر منها من الوضوح. علاش ناجعة؟ يعني أنا كنقول كيما اليوم كي نظفنا احنا دار الثقافة وقاعدة، خاطر احنا مشكلتنا اليوم في الاستدامة، قاعدة نظيفة على خاطر المسؤولية وضحت. دونك أنا اليوم نرى من موقعي هذا ومن مع زملائي اللي فكرنا كيفاش لازمنا نحسنوا في الوضعية ونمدوا يدنا، نعاود نقولها نمدوا يدنا للوزارة باش نقوموا بالإضافة معاهم ونعطيه الأفكار اللي عنا والمشاريع المستقبلية اللي نجموا نخدموها باش تكون تونس أفضل في مجال البيئة وفي عديد المجالات أخرين. خاطر البيئة ما نجموش نقولوا بيئة برد، بيئة سليمة يعني صحة، يعني تعليم صغار، يعني تربية بيئية باش تدخل في المجال التعليمي للصغيرات. اللي احنا قمنا بزيارة عديد المدارس بشراكة مع مندوب الثقافة والتعليم في المنزل ومشيوا معنا زيادة الصحة، إن قدمنا ورشات في وسط المدارس. علاش؟ باش ننزلوا على كل بوان هذيك ونقولوا لصغيراتنا راهو البيئة سليمة مستقبل أحسن عيشة ليك أنت، وهذوما هما مدخراتنا. نرجعوا ديما علاش احنا مهتمين بالبيئة؟ كيف يقول احنا 17 هدف فما أهداف أخرى نجموا نخدموا عليها، يعني أنا كنت نرى المستحقات المائية وبرشا حاجات، يعني الاقتصاد لازمنا نخدموا عليه، الحياة الأسرية، الكوميونيكي. أما نرجع نقول هي البيئة راه مش وسخ برد، يعني البيئة السليمة تلمهم الكل. أنا اليوم نرى اللي بالحق أبسط حاجة أنا نعملوها أن نطبقوا ليزابيسي متاع النظافة. اليوم تونس غدوة 2025 مع الناس فرش انتقائي، ما نجموش نثمنوا اللي راهو فما أنواع متاع دي شيء نجمو نستثمروهم، نجمو نعملوا مشاريع شبابنا اللي معطل عن العمل. راهو بالحق الناس حاصرة البيئة في نظف شوية دي شيء، لا لا، البيئة راهي أكبر من هكا برشا، راهي مجال نجمو نخرجوا منه فلوس. نجم نذكروا برشا دول إفريقية، مش ما نحكيوش على الدول الأوروبية اللي عندهم فلوس وعندهم برشا حاجات، يعني كما نقولوا نجموا يعملوهم. أما الدول الإفريقية كانت بالحق مفتقرة لأقل حاجة في بلادها، استعملت الديشي وطلعت اقتصادي وتوا ليبيا كلاسي. دونك هذي علاش احنا خدينا المجال هذي، وقلنا علاش نفسروا أول حاجة المعرفة القيمة المعرفة للمجال البيئي، ومن بعده نعطيه أمثلة للتطبيق باش نحسنوا في الحياة متاعنا ونخليه بلادنا نظيفة وأحنا مرتاحين. هذي هو اللي نخذره للقدام. بالحق احنا اليوم لازمها المشكلة هذي، وهذي هو المشاريع الناجحة في العالم الكل، انك ما تجيش تجيب مشروع هكيكا مسقط، لا، لازم تقول المشكلة هذي شنو الحل اللي باش نلقاه باش ما عادش عندي المشكل هذي ونستثمر. دونك انا البيئة اليوم الاوساخ كانت بالحق كان الموبيل بتاعنا نفرسوها شوية كومبوستاج شوية اوراق شوية بالله، وبعدها نتعديو لطريقة العيش السليمة اللي كيفاش نختار المواد اللي باش ندخلها لداري. علاش قلت لك راهي حاجة خدمة الون تيرم، سي اون استراتيجي دو ترافال. كان انت تقول انا اليوم باش ندخل في وسط الأسرة، ومحليه الإعلام كيعاونك وتعمل برامج فيها كيفية العيش السليم، ونجم نودوكم بالحق بحاجات اللي كما نقولوا بسيطة. ساعات يقول لك ليه لازمني فلوس ولازم، لا 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 مش صحيح. انت كي باش تختار امبلاج ما هوش كما نقولوا مضر للبيئة، ما هيش حكاية فلوس، البرودوي ما هوش اغلى. كي انا نرجع اني نحط اللحم في بابيي ما نحطهاش في ساشي بلاستيك باش ما نضرش صحتي، هذه استراتيجية للخفاي مع السلطات. يعني خاطر انت فما
شركات تخدم في البلاستيك، دونك لازمنا نتحاوروا معاهم كيفاش نبدلوا الامبالاج هذيك. فما نوع نتاع بلاستيك اللي ما يضرش بالصحه، دونك فما حاجات الكود لازمها تتحط على الطاوله وتتناقش مع الاسره، مع التعليم، مع الصحه، مع الوزارات الكل، يعني باش تتحط استراتيجي جينيرال. دونك احنا اليوم عندنا العباد اللي عندهم كومبيتونس هذوما ومادين يديهم باش يعاونوا، دونك نحبوا نلقاو بيبان محلوله خاطر خدمنا قبل بالحق، نحبوا تسمين للمجهودات هذوما، ان شاء الله يا ربي يكونوا عناصر فعاله تعاون باش تكون بلادنا ديما في خير. انا المجال بالحق مش مانيش فيمينيست، اما مجال المراه بالحق ياسر نلقى روحي فيه، ونحس اللي بالحق لازمنا نقفوا مع المراه قاريه ولا مش قاريه، مش حكايه قرايه، حكايه ثقافه. الثقافه فما برشا مواضيع مانيش نحكيو فيهم في الدار، احنا تربينا شويه فما دي سوجي تابو، فما حاجات ما نعطيهمش لكل المراه، فما هذا راجل وهذا امراه، ليه راهو مش هكاك. دونك بما اني عندي كاسكيت زاده نتاع كوتشين، دونك نقول اللي الخدمه على مع المراه، مش على المراه، مع المراه تعطيها امباورمنت، وهي راهي اول موتور اللي باش يحرك الاسره ويحرك الدوله. بالحق نتشرف بنسيد ليدي الكل اللي شادين مسؤوليات كبار. احنا في الجمعيه مثلا خدمنا على تمكين المراه اقتصاديا، وخدمنا خاصه مع الحرفيات في منظار لهنا وفي بلايص اخرين، عملناهم دي فورماسيون كيفاش يكونوا عندهم لي سكيلز اللي باش يعملوا مشروع. خاطر تنجم تكون امراه عندها فكره حلوه برشا وهي قاعده في الدار، اما ما عندهاش لي سكيلز اللي باش توصل بهم، يعني ما عندهاش المهارات هذه هي الكلمه باش تكون مسؤوله على مشروع وتقف عليه وتلقى اوراقها وتلقى حقها وتلقى كيفاش تكونه الكل وكيفاش تجيب عاملات معاها. دونك خدمنا على الليدرشيب، خدمنا على كيفاش الكوميونيكاسيون، التواصل مع الناس اللي باش تخدم معاهم. فيهم حلقات يعني بالحق دورات ياسر مزيانين، كورسوس كامل هو كان موجود، وان شاء الله ان شاء الله نعاودوا نخدموا على ناس اخرين، خاطر هذا الكل لازم دعم بالطبيعه، لازم تبقى دعم باش تصرف انت وتنجم تجيب نساء باش يعني تستنفع بك لي فورماسيون هذيك. احنا كيف كيف ان شاء الله مع مندوبيه المراه والاسره باش نعاودوا نخدموا. خدمنا زاد حاجات على تفسير الوضعيه العامه للمراه، كيفاش ما تخليش ولادها ان خرجوه ينقطعوا على الدراسه، خاطر باش الناس كل نجم تكمل عندها كسوف باش تقرا، دونك تنجم تحطوا في حاجات اخرى كوتي بسيشيك يعني نفسانيا، كيفاش تفهم صغيرك وتنجم تثمن له قدراته، خاطر مش القرايه هي كل شيء، نجم يعمل مشروع. احنا اليوم مثلا 10 سنين قدام اسكو عندنا نجار، عندنا حديد، عندنا فما مهن لازم نثمنوها، عندك حاجات اللي هما نتاع الفن كيف كيف، علاش لا في مجالات عديده اللي هو الرسام والفنان والمصور، فما مهن انت كي تلقى صغيرك عنده مهاره لازم تطورها. دونك خدمنا على برشا حاجات للمراه، وخاصه لي سوجي تابو زاده حكينا فيهم، ومحضرين منو هكا بروشينمون كيفاش باش نعملوا حلقات خاصه. حكينا لوتخ جو يعني في موضوع اللي هو مثلا تحضير المراه نفسانيا اللي هي الفتاه، كيفاش باش تختار شريك حياتها باش نقصوا من حده الطلاق مثلا. هذاك موضوع في برشا خدمه، على خاطر مالوغوزمون في تونس العام اللي يتعدى نقولوا احنا كما تقول مماتي وسخوه، التوم تاع الطلاق كثر. دونك احنا نحبوا اليوم نفهموا بعضنا، نحكيوا مع بعضنا، نتواصلوا على كافه الفئات العمريه. احنا ديجا جبنا مقترحات، يعني خاطر الحمد لله يا ربي زرنا عديد الدول الاوروبيه والافريقيه، عايش نحكيوا ان الناس قاعده تتطور دو جور اون جور. نعطي اكزومبل صغير برشا، يعني مثلا في المانيا الشركات الكبار اللي تصنع في علب الياغورت مثلا تبدا حاطه ماكينات كيفاش انت لازمك ترجع العلبه مثلا زوز علب فارغين تاخذ فلوس حق ترجع لك، يعني فلوس. شوف انت يعني مواطن ولي هو بيدو يتشجع انه يعاون بلاده والريسيكلاج يصير وما يضرش البيئه، يعني حاجات فما برشا برشا افكار اخرين، يعني كيفاش فما ماكينات ميم حتى تعمل لك كيفاش كومبريسيون تاع البلاستيك، يعني انت حتى الكونتيتي الحوايج القديمه علاش تلوحوهم في الشارع. ليه فما دي بوكس كيما صاروا قبل للاسف في تونس كانت
فما كيما نقولوا لي زاكسيون خدموا مع التعاون الاوروبي قبل، وشفتهم انا يعني لي بوكس هذوما فيهم دخل من هنا خبز البيت من هنا تبش من غادي، ام احنا الغالب ما اسانا المعامله معاهم، وحتى الكومبوستاج اللي صار ما تحطش في بلاصته وما تعملش. هذه نيجاتيفمون، اما بوزيتيفمون فما عباد قاعده تخدم. احنا مثلا كي نقول في بنزرت عندنا توا اكزومبل حي قاعدين نخدموا عليه على الكومبوستاج تاع تسمين النفايات العضويه، اما مش معمم في كل بلاصه. لونجي زادت تخدم عليه مثلا، اما ما ولاش حاجه بروسيدورال ومعممه كيما نقولوا، اللي ما يعملش هكاك باش يتعامل. هذه اللي ناقصه في تونس. في الدول الاوروبيه اللي نحكيو عليهم في دول اخرى اللي يوسخ يتعامل. التجاوب موجود انك انت تقدم مشروعي، اما الحاجه اللي مثلا انا قلت لك بكري مجهولتنا ما تعملتش علاش. مالوغوزمون كي يتبدلوا الناس اللي تخدم في الوزاره والا في الولايه والا في اي بلاصه اخرى، الاداره التونسيه عامه دونك انا علاش نعاود لازمني نرجع نصب دوسي من اول جديد ونحير اسم جمعيتي، وانا جمعيتي تخدم عندها 7 سنين. بدينا نخدموا قبل ما ناخذوا التاشيره على خاطر نحبوا نعملوا دي زاكسيون. يعني انت الناس اللي تبدا كيما نقولوا عندها 25 سنه تخدم في الاداره هيك تعرف، اما المسؤول الكبير كي يتبدل والسوس اللي تحته وثلاثه لازمك تعاون تجي باش تعاون تتقدم منهم وتعاون تفسر لهم. علاه اللي يمشي ما يخليش فيدباك على اللي تعدى؟ هذا هو اللي نحبوه. يعني احنا اليوم مانيش اسماء امباكت، كان نحكيو الجمعية هيك ايش عملت وهيك ايش عملت، انت عندك هدف متشارك معايا هي نخدموا مع بعضنا. مانيش لو انا اسمي بالحق، انا نحب ولادي يخدموا بلادهم ويقعدوا في بلادهم ونصدروا فيهم بافكارهم مشاريعهم، وبعد حتى كي يحبوا يرجعوا يستثمروا ما نحلهمش في بلادهم. الحق حاجه هذه توجعني قلبي برشا ونقول فيها بكل حرقه، اما ماذا بيا اليوم نوعيه العيش في تونس تولي خير برشا، واحنا مانيش مسلمين راه هنا واللي كيف واللي يحبوا يخدموا تونس قاعدين حاطين يد في يد. كيف فما موضوع اللي هو مر اكثر في وقت الكورونا يعني تتذكروا اللي هو العنف المتسلط ضد المرأة. يعني احنا بالنسبة لينا لينا شقول يعني في المجتمع متاعنا، خاطر ما نحبش انا نجبد روحي من المجتمع خاطر انا عنصر في وسطه. بالنسبة لينا المرأة كأني اضعف عنصر فيه، والعكس هي القوة الكل لازمنا نعطيوها المرأة، خاطر كلمة مثلا بطالة هي ما هيش بطالة، هي كان ربة تعرف شو ربة منزل، يعني هي المسؤولة على المنزل بكله على المادي وعلى المعنى. دونك لهنا اليوم كنقول العنف مسلط ضد المرأة نبدا من اللفظ، من الكلمة الحلوة هذيك اللي احنا تو ديجا قلنا الكلمة الحلوة راهي صدقة، صدقة في دينا. دونك انت لا ريكونيسونس يعطيك الصحة وبارك الله فيك تبدا من غادي. خلي احنا مثلا نمشي في الاداره كان كلمه ترميها للمراه ولا توجعها، كان في المدرسه تنمر ولا حاجات علاش، ولا استاذه نعلقوا عليها. فما حاجات لازمنا نبداو نحكيو عليهم من الصغير للكبير. دونك هذا هو ديجا موضوع زاد خدمنا عليه، وصلنا حكينا مع السلطات خاطر ساعات نخمو احنا باش نعملوا مأوى للمراه المعنفه. قلت علاش نمشي لغادي، انا نحبها تتعنف المراه؟ ليه؟ لازمني نهرب، ما لازمنيش نتعنف. شنو لازمني نعمل قبل انا لومو تكنيك ونقولوا لا كوز غاسيين، انا لازم نخدم على الكوز غاسيين. المراه علاش توصل تتعنف؟ خاطر اسس الحياه وليت في تونس فما برشا ستريس. اي سامحني ستريس، انا نشيد المراه نعنفها عليه؟ هي ناقصه مسكينه شو تعاني مسؤوليه ومخها يحرق وكذا، زيد نكمل نعنفها؟ دونك فما 20,000 ميثود دو كومونيكاسيون اي دو كونترول. علاش؟ باش ما نوصلش نوصل للعنف. هو المرأة كيما الصغير، الصغير يتعنفوا يطلع بسيكوبات وتقعد لك السيركل نتاع العنف الدوم. دونك هو نخرجوا باش يعنف غيره ويوصل يعنف مرته. دونك اليوم بالحق لازمنا نسلطوا ضوء كبير، كان انا نحب مجتمع متوازن لازمني عندي نساء تخونكيل ومتوازنين في حياتهم. مانيش نحكي ماديا، راهو المادة سي تان موايان، مي نحكي على طريقة التعامل مع المرأة.